والآن نتحول إلى أهم أنباء المال والأعمال في نشرة السادسة. الجولة الاقتصادية وفاطمة خليل، إليك فاطمة. شكرا يوسف عبدين، شكرا ريهام الديب، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. تسعى الدولة إلى تحقيق استهلاك أفضل للطاقة ومواردها الطبيعية، حيث تعمل على التوسع في استخدام الهيدروجين النظيف كأحد الموارد الهامة للطاقة النظيفة. واستعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء جهود الحكومة في التوسع باستخدام الهيدروجين النظيف، مؤكدا أنه أصبح من أهم التحولات الرائجة حاليا نحو استهلاك أكفأ وأنظف للطاقة ومواردها في تصنيعه. وأوضح أن مصر تسعى إلى توطين استخدامه مؤخرا ودمجه في استراتيجية الطاقة 2035، والتي تهدف لزيادة نسبة مساهمة موارد الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة في مصر. ارتفعت الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4,100,000 طن بزيادة لأول مرة عن نفس الفترة من العام السابق. يأتي ذلك في ظل الجهود المستمرة لتعويض النقص والاتجاه إلى زيادة الصادرات بعض السلع الأخرى من خلال فتح الأسواق الجديدة والتوسع في منظومة التكويد والمتابعة وتطوير الحجر الزراعي. شهدت صادرات الصناعة الطبية خلال النصف الأول من عام 2022 ارتفاعاً بنسبة 30.4% لتسجل نحو $450 مليون مقابل $345 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضي. وذكر المجلس التصديري للصناعات الطبية أن صادرات مستحضرات التجميل حققت ارتفاعاً خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة زيادة تقدر ب 72% عن النصف الأول من عام 2021. كما زادت صادرات المستلزمات والأجهزة الطبية بحوالي 13%، وحققت صادرات الأدوية ارتفاعاً بنسبة 42% خلال النصف الأول من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة خلال عام 2020. في أسواق المعادن النفيسة شهدت أسعار الذهب عالمياً ارتفاعاً ملحوظاً إلى مستويات $1763 الأوقية، على الرغم من رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة، حيث تسببت تصريحات رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن البنك قد أبطأ وتيرة رفع الفائدة من حدوث طلب مرتفع على الذهب. ومحلياً ارتفعت أسعار الذهب ليسجل عيار الذهب 18 نحو 857 جنيه، أما بالنسبة لعيار الذهب 21 فسجل نحو 1000 جنيه، أما بالنسبة لعيار 24 سجل نحو 1143 جنيه، بالنسبة لسعر الجنيه الذهب وصل سعره إلى 8000 جنيه. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط مع تحول التركيز إلى اجتماع أوبك بلس الأسبوع المقبل وتوقعات بأنه سيخيب الأمال الأمريكية بزيادة الإمدادات. زادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر التي ينقضي أجلها اليوم بنسبة 3.7% إلى $110.04 للبرميل. زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 4.8% إلى $101 للبرميل. ارتفعت أسعار المازوت عالمية بنسبة 2.21% لتصل إلى $3.69 للتر، بينما هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 65% لتسجل نحو $8.08 لكل مليون وحدة حرارية. إلى البورصات الخليجية، حيث أغلقت أسواق الأسهم في الإمارات على ارتفاع مع صعود أسعار النفط، حيث يتوقع المستثمرون ألا يؤدي اجتماع أوبك بلس الأسبوع المقبل إلى زيادة الإمدادات. ارتفع مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.1% إلى 3338 نقطة. صعد مؤشر أبو ظبي بنسبة 1.1% إلى 9649 نقطة. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية.